شوفي شو بدك؟ ليه عم تطلعي فيي هيك؟ انت لازم تموتي، ما لازم بقى تعيشي ابدا. لا لا عم تخنيني، عم تخنيني، اتركيني 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 خلص، عم تخنيني اتركيني. دايا اتركيني. دايا قومي حبيبتي قومي. دايا روقي، دايا روقي روقي طولي بالك روقي. شو في؟ شو شايفه بمنامك؟ هيدا منام؟ لا والله هيدا كابوس. خير ان شاء الله خير؟ الحمد لله عليه طلع منام ما اكثر. رح روح جيب لك كبايه مي وارجع. رح يجن جنونه، رح افقد عقلي. أقولك شو تارك بالوصية؟ شو تارك بالوصية؟ أكيد تارك كل شيء لداليا، أكيد راحت علينا. والله إذا طلع عامل هيك رح موت. لا ما حدا رح يموت، لا أنا ولا أنت، بس أنا رح لاقي حل للموضوع. شو قصدك ماما؟ ولا شيء حبيبتي، روحي هلا أنت نامي وارتاحي، أنا رح شوف شو رح أعمل بالموضوع. شفت دارين فاتت لعندي وحاولت تخنقني. هيدا حلم حبيبتي مش أكتر. كتير خفت. شو يعني بدك تنبسطي؟ ليلة الجريمة صار معي شي غريب. شو صار معك؟ كنت مع البابا، فتت تقله تصبح على خير، صار يمسك لي ايده ويشد عليها. حسيت كأنه بده يقول لي شي بس ما كان قادر يحكي، كأنه كان عارف انه رح يموت. هيدا وهم مش أكتر. لا نور، هيدا مش وهم، هيدا حقيقة. في سر باللي صار وأنا لازم أعرفه. طيب حبيبتي ما تفكري كتير، هلا ارجعي نامي وبكرة منحكي. خير بابا؟ صاير معك شي؟ مبين عليك كتير تعبان. ايه بابا تعبان شوي، ما تخافوا عليك. ريما قومي اطلبي لي تاكسي، بدي اخذ البابا عند الدكتور. بابا ما في داعي حبيبتي، ما في داعي. ايه ما في داعي لصرف المصاري، في شيء اهم. قومي بسرعه اطلبي تاكسي، حاج تحكي حكي بلا طعمه. اصلا انا هون كلامي كله بلا طعمه، انا رايحه. دخلك انت وين بتختفي كل النهار وبتتاخري بالليل؟ والله اختي سايره تسالي عني. جاوبيني بلا لف ودوران. حاضر بامرك، بخاف اذا ما جاوبتك تصفيني كف. بالنهار عم فتش على شغل، وبالليل عم بسهر لفش خلقي بشي سهرة. هيك بس؟ لو نهار أكتر من 24 ساعة كنت بلحق أعمل أشياء تانية. باي أختي، ما رح طول، أنت تطلبي تاكسي. خير حكيم؟ طمني شو صاير معه؟ أعصابه تعبانة، لازم يرتاح شوي ويشم هوا نظيف، وما لازم يحمل أي شي تقيل. ما بدنا وجع ظهره يزيد وما بدنا يزعل ابدا. طيب وهالوجع الظهر ما له حل؟ رح اكتب له على دواء جديد احسن من يلي كان ياخده. لازم اشوفكم الاسبوع الجاي كرمال نرجع نعمل صوره. مسكين البابا، كانه السكري ما بكفي حتى يصير معه وجع ظهر كمان. ان شاء الله خير، ما في شيء بيخوف. لو بتبطلي هيدا الحكي قدام البابا وبتكوني احسن من هيك. ما ناقصنا دفع مصاري، يا دوب اللي عم تطلعين انت وربيع بكفونا اكل وشرب واجار بيت. اذا مش عاجبك فيك تروحي تشتغلي وتصرفي على حالك، حاج قادر اشغلي ولا عامله. ما بحب اشتغل، وبعدين هيدا حياتي وانا حره فيها. اذا كان قصري لسانك قدام البابا، وانتبهي على كلامك، لانه الحكيم قال انه كثير تعبان وما بيسوى له الزعل ابدا. ايه دخيلك، ليش مين مبسوط يعني؟ هيك ما شاف له وجهه. فيك تفهمني أكتر شو قصدك؟ إذا بايك ما شاف وجه القاتل، هو جاي يسرق،
طيب ليه يقتله؟ يعني اللي صار هو جريمة قتل مدبرة ومقصودة. طب مين له مصلحة بقتل البابا؟ بحياته ما أذى حدا أو أكل حق حدا؟ هذا سؤال أنت لازم تجاوبين عليه. يا ريت عندي جواب، يا ريت بعرف. كل شيء مع الوقت رح يبين، ما رح ارتاح تنوصل للحقيقة. أنا بوعدك أنه ما رح أترك القضية، رح أعمل كل جهدي لحتى لقي المجرم. وأنا بدي أشكرك على كل شيء عم تعمله معي، عندي ثقة كبيرة فيك. هذا واجبنا ست داليا، بس بدي منك إذا تذكرتي أو صار معك أي شيء تجي تخبريني. يعني أنت مثلي مش مصدق قصة السرقة؟ للصراحة أنا مش مصدق كل هالقصة، ومثل ما قلت لك هذه جريمة مدبرة، لأنه اللي فات على الفيلا فات من دون كسر أو خلع، بس هذا الشيء ما ممكن ينفعنا لأنه كان ممكن يفوت من أي شباك، حتى كمان من دون ما يكسر شيء. الحرامية بالأيام صار عندهم خبرة واسعة بفتح البواب. طيب أنا صار لازم أمشي. على اسمك. الله معك. إذا قلبي وإحساسي ما كذبوني أكيد حدا من أهل البيت قتله. إيه داليا؟ تروحي نقعد شوي على البحر. إيه بروح، حاسة حالي تعبانة شوي وبدي روق أعصابي. أنت وين؟ أنا قريبة من البيت. طيب انطريني، بعد نص ساعة بكون عندك. في شاب مبين ابن عائلة وغني اجى مرة لعنا على المحل واشترى تقب. من وقتها صار يجي كل يوم ينطرني لحتى اخلص شغل، ساعة بجي يوصلني على البيت، وساعة بده يتعشى معي، حتى عرض علي سيارة هدية. وقبلته؟ أكيد ما قبلت. بديك تنتبه، يمكن يكون بده يتسلى مش أكتر. أنا هذا اللي خايفة منه. إذا رجعت شفتي سألي إذا عنده خي أو لا. طريقنا مختلفة داليا، أكيد ما رح نتجوز إخوة. إذا كان طيب ومهتم فيك ما تترددي، أنا بتمنى لك كل خير. بس مبين عليه أنه غني، الفقر منه عيب نور. بس يمكن يكون بالنسبة لأهله عيب، أنا ما بعرف شي عنه، وأنت بتعرفي وضعي ووضع أهلي. ما فيك تعيش على كلمة، يمكن بدك تغامري بالحياة. يمكن معك حق. شو بك؟ ليش سكتتي؟ بعد يومين رح نفتح الوصية، الله يستر. دارين دارين دارين، شو صار لي؟ هاني مات. مات وشبع موت. عرفتي؟ ايه فوتي كافي نومتك. شو مخبية بإيدك؟ ولا شي. فرجيني شو مخبية بإيدك؟ بيني شو هولي؟ دينتهم من رفيقتي، بدي اجيب شوية تياب. دينتيهم؟ لشو عم تتديني؟ ما انا وخيك عم نشتغل، نحن بنعطيكي. خلص ما تشارعيني بآخر هالليل، بكره بس يصير معك بتعطيني وبردلها اياهم. بكره الصبح بتروحي بتردي لها اياهم، وانا بعطيك مصاري تشتري تياب. وانت من وين بتجيبي ومعاشك انجا يكفي؟ داليا عطتني مصاري، ما تعتريها. اه والله انت بتقبلي تاخدي من رفيقتك وانا عم تمنعيني؟
داليا غير شي، عملي مثل ما عم قلك احسن ما اخبر البابا. خلص بلا الشريعة رح توعي العالم، والبابا ما رح تخبري كرمال ما يعصب. تكرم عيونك، بكره بردهم.